مساء الخير، هذا محمد الأحمد يحييكم من العاصمة البلغارية صوفيا. لماذا تصبح في المعارضة كسوري؟ طبعا واضح تماما أن السوريين منقسمون، يعني منقسمين حول فكرة المعارضة وتأييد الدولة، وهذا الأمر واضح. وهناك فئة ثالثة التي هي الرمادية أو الطرف الثالث، تيار ثالث، سموه ما شئتم. لكن هذه اليوم حلقة اليوم أريد أن أرسلها باتجاه المؤيدين، وكثير منهم أصدقاء لي. طبعا هي في كل الاتجاهات، ولكن أريد أن أخص بها المؤيدين لأنهم يرسلون لي كثير من هذه الأسئلة. بال2011 بدأ الحراك، وكان التعاطي مع حدث الحوران، حدث درعا، تعاطي غير سياسي، بأقل كلمة تعاطي أحمق، تعاطي سيء على المستويات الأمنية وعلى المستويات العسكرية. كان التعاطي خالي من أي حكمة، وكان ممكن استيعاب الحدث، لكن هذا الحدث أصبح وراءنا للأسف. في بدايات الأحداث حاولت كثيرا على المستوى الشخصي أن أكون وسطيا متوازنا، يعني بحيث أنني رأيت في المشهد أن في مشهد الحراك هناك عنصر يغلب عليه الطابع الديني، يعني وكنت أفهم أنا كدارس لما يحصل في المنطقة، أنه ما حصل في العراق بعد احتلال بغداد أيام، أصلا منذ بداية الثورة الإيرانية 79، وأيضا ما حصل في مصر وفي الخليج إلى آخره، في عنصر ديني في المنطقة. وهذا العنصر الديني عندما نترك الأمور لكي تذهب باتجاه السبر العام، إذا شئتم الديمقراطي، أو نترك للشارع أن يقول كلمته، فعلى الأغلب سوف تظهر حكومات دينية، أو سوف يكون للتيار الديني السياسي الإسلامي الحصة الأكبر. وبالتالي على المستوى السوري ضمن سوريا خشيت تماما أنا من أن يحكمنا الإخوان المسلمون، يعني كان واضح تماما أن الإخوان المسلمين أقوياء على الساحة وأقوياء إعلاميا، وهناك خطة عالمية أن يركبوا هذا الحراك، وفي مصر أخذوا السلطة طبعا. والإخوان كانوا في 2011 كانوا أقوياء لأنهم لم يجربوا، ثم فيما بعد جربوا في مصر، جربوا في اليمن، جربوا في ليبيا، وأيضا جربوا في سوريا. يعني كيف جربوا في سوريا؟ جربوا في سوريا في الحالة الحربية، واتضح تماما بأنهم يعني هم عمليا ومن يشبههم هم الفصائل التي كانت الأكثر دموية والأكثر إصرار على السلاح، الأكثر إصرار على النطح. يعني أنا كان لي لقاء مع زهير سالم في لندن، وقد قلت هذا الأمر أكثر من مرة، وتحدثنا في هذا الموضوع. كان واضح تماما أنه في إصرار على المعركة، في إصرار على الدم، في إصرار كما كان هذا الإصرار في السابق، يعني أنه المسألة مسألة سلطة ومسألة رغبة جامحة في تولي السلطة. عندما نتحدث عن السلطة فعلى المستوى الشخصي، وهذه إجابات طبعا هي في الشأن العام، ولكن أنا أتحدث بكل تواضع عن خياراتي كمواطن سوري اليوم. أسألكم وبكل ضمير حر، النظام عمل خطوات صحيحة في البداية، يعني برغم الارتكابات هذه التي تحدثت عنها، ذهب باتجاه إلغاء المادة الثامنة وتغيير الدستور، ولكن هذه الخطوات تمام صحيحة. نسأل حالنا الأسئلة التالية: المادة الثامنة ألغيت فعلا؟ سؤال. الدستور هذا اللي أقر بال2012 في مادة فيه تطبق عن جد؟ يعني هذا الدستور فاعل؟ يعني أنتوا حاسين أنه في دستور بالبلد يطبق بالبلد برغم كل هذا الدم وكل هذا الألم وكل هذا الوجع؟ في إعلام؟ يعني قدرة الدولة تقتنع أنه صار لازم يصير في إعلام حقيقي بالبلد، ولا لازم يكون كل الأقنية التلفزيونية والإذاعات ناطق رسمي باسم الحكومة؟ بكل دول العالم في ناطقين رسميين والإعلام إعلام. يعني أنا معارض، المفروض أنا من حقي أيضا أن أستخدم الإعلام السوري، أن يسمع صوتي عبر الإعلام السوري. ما أضطر أحط كاميرا
الموبايل واطلع برا البلد لحتى احكي، واذا كنت موظف في جامعة ان اهدد، اذا كنت اكتب فيس على البوست على الفيسبوك ان اهدد بانه انا سوف يقطع رزقي ورزق عيالي. وبالتالي اي دستور هذا اللي يعني اي كذب هذا الكذب؟ قانون الاحزاب الموجود، هذا قانون الاحزاب، هذا قانون حقيقي يعني قانون. طيب حتى المواد الجيده فيه هل تطبق؟ هاي الاحزاب الفانتوم اللي صارت بالبلد احزاب عن جد، يعني انتم مقتنعين انها احزاب حقيقيه وقادره فعلا على ان تحمل على اكتافها مستقبل البلد او حاضر البلد يعني، ولا بالامر في خداع كبير مجرد اسماء فقط لايهام الناس انه صار في احزاب بالبلد؟ كم الأفواه انتهى بالبلد ولا بعده مستمر يعني، ولا يعني في المطارح التي استطاع فيها النظام أن يعيد سيطرته، أن تعيد الدولة سيطرتها عبر المعارك العسكرية؟ ما رجعنا يعني حليمي لعادتها القديمة، الاعتقالات وكم الأفواه وإلغاء الرأي الآخر ومنع الكلام. أنا على المستوى الشخصي أجريت عدة لقاءات إذاعية وتلفزيونية، ثم فيما بعد هناك من اتصل بالوسيلة الإعلامية نفسها وقال له أنه هذا ممنوع يطلع، هذا ممنوع يحكي. طيب نترك كل هذه الأمور نسأل حالنا، في سلطة قضائية بالبلد؟ في قضاء بالبلد؟ في عدل بالبلد؟ ولا الظلم في كل مكان في كل مطرح؟ يعني الظلم هذا أليس عنوان للمرحلة بامتياز بمستوى القضايا الجنائية، الرشوة وبيع كل قاضي معروف قديش سعره، يعني في لازم يحطوا يعني قائمة أسعار إنه هذا القاضي بهالقد وذاك القاضي بهالقد. بدل ما بلد ما فيها عدل، يعني الدولة ما فيها عدل، كيف ممكن تسمي حالة دولة؟ وكيف ممكن شخص مثلي أن يبقى صامتا وأن لا يتجه إلى المعارضة على الأقل من أجل هذه الجزئية، هاي جزئية العدل اللي هي كل شيء في الأوطان؟ تركوا السلطة القضائية، في سلطة تشريعية عن جد؟ يعني البلد في برلمان، في مجلس الشعب عن جد؟ بارح النائب نبيل صالح بارح كتب على صفحته على الفيسبوك في خطوة غير مسبوقة في برلمانات العالم، وهو محق على فكرة، وخلافا للنظام الداخلي لمجلس الشعب والدستور السوري، منعنا اليوم من الكلام والاحتجاج تحت قبة المجلس، أنا والزملاء فلان وفلان وفلان بحضور رئيس وأعضاء الحكومة، وكانت أسرع وأقصر جلسة بتاريخ حضور الحكومة تحت القبة. وهذا الأمر ليس جديدا، يعني ما تعلموا، يعني ما تعلموا أبدا. يعني أنا كنت أظن وكان عندي سذاجة الاعتقاد بأنه هذا الدم هذا الألم هذا الزلزال السياسي راح يقنع السلطة بأنه يعني نتجه نعمل سلطة قضائية، نتجه نعمل سلطة تشريعية، بحيث أنه شوف أنا كمواطن سوري أنه في كتلة بعثية وفي كتلة سورية قومية، في كتلة يسار، في كتلة ليبراليين وكتلة مستقلين، وفي تلفزيون سوري يتابع هذه الجلسات على الهواء مباشرة، بحيث أنه يقتنع المواطن السوري أنه صار عنده الوطن اللي عم يحلم فيه مع وجود صمام الأمان، في صمام أمان وصار عنده الوطن اللي عم يحلم فيه. صدقوني أنه كل معركة إدلب ما كنا بحاجة إلى، لأنه الشعب السوري كله بإدلب رح يطلع ضد الجولاني ويشيل عيونه، لأنه ما بده هو جولاني، بيصير يقول لا ما في أحلى من الشام، صارت هي الشام هي البلد اللي عم بحلم فيه. وهذا الحكي مو بس بإدلب، بحمص وبإدلب وباللاذقية وبالسويدة هلأ اللي عم تتظاهر، وما كنا رح نوقع بالمطب الاقتصادي الخطير هذا أبدا، لأنه بلد من هذا النوع فيه صمامات أمان حقيقية وفيه حرية رأي وفيه عصف فكري ذهني شفاف أمام الناس جميعا، ما بيوصل إلى هذه المواصيل، ما بيوصل إلى مواصيل أنه كل شيء يسرق. من الحواجز على الطرقات تسرق، تسرق الناس إلى الصفقات الكبرى، تسرق الناس، الصفقات تتم بالغرف المغلقة بدون أي شفافية. كل هذا شبهنا الاقتصاد الوطني بالجسم البشري، هذا الدم اللي عم يجري في كل مفاصل الدولة السورية، في بهذا المفصل سراقين وبذاك المفصل سراقين، في كل مطرح في سراقين. كيف ما بدنا نوصل للكارثة؟ وكيف ما بدكم شخص مثلي انه يوقف ويقول لا 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 لا؟ انا على المستوى الشخصي ما ممكن اطلاقا اقبل بحكم الاخوان المسلمين ابدا، سوف اناضل باستماتة مطلقة ضد هذا الامر
وأنا رجل علماني وأريد بلدا علمانيا، ولكن في نفس الوقت لا أقبل بكم الأفواه. انتهى الموضوع، انتهت حالة كم الأفواه، لأنه كم الأفواه لوين وصلنا؟ وصلنا للإخوان المسلمين عمليا. كم الأفواه وحكاية الجبهة الوطنية التقدمية هاي اللي منعت أي حالة سياسية بالبلد، أي حالة معارضة حقيقية بالبلد، خلت نافذة فقط للإخوان أنه هن اللي نفس السلطة وهن اللي عارضوا السلطة. ولذلك الناس بأغلبها ذهبت إلى التيار الإسلامي السياسي، لأنه لا في ناصريين، لا في عن جد سوريين قوميين على أرض الواقع، ما في، يعني تم احتوائهم. ولا في يسار، اليسار أيضا مأكول، ولا في ليبراليين أيضا مأكولين، يعني كل التيارات، الطيف السياسي السوري مأكول من قبل السلطة لصاحبه حزب البعث. وبالتالي من يبقى؟ يبقى الإخوان المسلمين اللي عم يمارسوا الحراك السري على الأرض، والناس بتروح على التيارات الدينية. أضف إلى ذلك أنه في مخطط عام في المنطقة من أجل دعم التيارات الدينية لأسباب عالمية معروفة، ما شرحناها كثير، ما لنا بحاجة لشرح الأمر مرة أخرى. كيف لا تكون معارضا؟ هذا هو السؤال. طب أنت بدك تعارض، في أساليب للمعارضة. في ناس كثير بتقول نعم كلنا معارضين، معارضين للغلط. هي هذا كلام للتسويق. في حقيقة، في حقيقة أساسية، أنه أنت إذا بدك تعارض وأنت داخل الوطن بيعملوا لك سقف لتحت لتحت لتحت، بحيث أنك تصير قزم معارض، يعني تقزم، يعني مسموح لك تعارض رئيس البلدية مثلا، وكمان يعني على خجل، ومسموح لواحد من أصدقائك يعني يقول أنه مدير الكهرباء يعني تعيس، أو مدير التموين تعيس، أو هكذا. بك يا عمي مين اللي حطه لمدير الكهرباء مدير التموين؟ هو أتعس منه. والحكاية مو هون، الحكاية انه بنية النظام كلها فيها خلل يا جماعة، فيها خلل حقيقي. وانا يعني اقول هذا الكلام واعرف اثمانه، وانا مستعد لدفع اثمانه، هذه الحقيقة. ايها المؤيدون، يا اصدقائي، البعض منهم اصدقاء وهم غالين جدا على قلبي، ما في حل اخر الا ان تقول لا، وهذه لا يجب أن تكون مدروسة بعناية، وأن تعرف ماذا تريد. يجب أنك تقول لا، لأنه نحن خلصنا من داعش وخلصنا من جبهة النصرة، ويمكن هلأ في مفاصل بالنظام تتمنى ترجع داعش عشان حدا مثلي يخرس، يعني ومثلك يخرس. بدك تقول لا منشان تبني لهذا البلد، منشان تبني لهذا البلد صح، منشان الأولاد، منشان الأحفاد، منشان الأطفال، منشان هاي الأجيال، هاي الأجيال ما ترجع تكرر نفس المأساة. ما هاي المأساة أحد أهم أركانها وأسبابها أنه العسف وكم الأفواه. وهذه الطريقة في الحكم، هذه الطريقة في الحكم لا تؤدي إلا أنه المجتمع كله يفوت بالحيط، يصطدم بالجدار ويدمى ويدمر، ويصير كل هذا الخراب. لا يوجد حل آخر أبدا، لا يوجد حل آخر. بتمنى من قلبي أنه هذا النوع من الكلام الذي أقوله تنتبه السلطة إليه. ما نحن ما بدنا دمار، ولا بدنا قتل، ولا بدنا دم آخر أبدا. هلأ جاي انتخابات مجلس الشعب، إذا صارت هذه الانتخابات بنفس الأنماط القديمة فهذه السلطة لا تتعلم أبدا أبدا. هاي شوفوا نبيل صالح شو عم يحكي. ممنوع تحكي أنت عضو مجلس الشعب، ممنوع تحكي، ممنوع تقول رأيك. كيف بده ينقذ هذا الوطن؟ وكيف بده يرجع الرغيف الرغيف؟ وأنينة الغاز أنينة غاز، والمازوت يرجع على البيوت، والاقتصاد يمشي، والبلد يرجع يصير بلد طبيعي. ما بصير بدون سلطة تشريعية، وسلطة تشريعية فيها إعلام يتابعها، والمواطن شايف سلطة التشريعية ماذا تفعل، وكيف تناضل من أجل حقوقه، ومن أجل حياته، ومن أجل دفء أولاده، من شان المدارس، من شان الجامعات، ومشان التعليم ما يوصل لها المرحلة، كل هذه السرقات وهذا الابتذال وهذه التعاسة في كل مفاصل الحياة بالبلد. بدك رجال البلد ونساء البلد يمارسوا بشكل حقيقي وطبيعي ضمن نطاق مؤسساتي صحيح، يمارسوا الحياة السياسية والحياة المجتمعية، والشأن العام يكون منتظم انتظام قانوني محترم، ودولة عصرية، دولة قانون محترمة، حتى الحقوق فعلا تكون حقوق، والواجبات فعلا تكون واجبات، والمواطنة فعلا تكون مواطنة. ما في حل آخر، ما فينا يعني بهذا الأسلوب القديم. دولة المزرعة هي يجب أن تنتهي، ما بصير،
ما بيصير إلا المأساة مرة أخرى، المأساة ونقص في كل مطرح، وبجوز يوصل لمرحلة العدم، بجوز الناس تخرج بالشوارع تأكل بعضها. وحصل في دول أخرى بالعالم، مرحلة الدول الفاشلة والاهتراء هذا مرحلة حتمية باستمرار بهذا الأسلوب. ما العمل وماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن يكون هناك شوية ضمير، شوية أخلاق، وشوية إحساس بهذا الشعب، هذا الشعب المذبوح المكلوم. شوية ضمير وشوية إحساس. عاشت سوريا.